مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي ميس سويف. اليوم درسنا رح يكون عن هالورد الحلوة الصغيرة، فينا نستعملها لأي شي، نحطها كديكوريشن لأي شي عملناه. سهلة وبسيطة وما بدها كتير يعني وقت. نبلش. أنا رح استعمل أليز كوتون جولد بلاس، نستعمل سنارة 4.5. هون السنارة المقترحة 5 لـ 7، بس هستعمل أنا 4.5 أحسن. أول شي بداية نعمل عقدة البداية، نرتفع 6 سلاسل، ومنسكرها بمنزلقة. فينا نخفي هاي النهاية، احنا عم نشتغل. نرتفع 3 سلاسل من بعد ما سكرناهم بمنزلقة، نعمل عمود ب2 لفة بقلب دائرة، نرجع نعمل 3 سلاسل ونعمل منطلقة، نعمل 3 سلاسل، عمودان، عمود بلفتان، وثلاث سلاسل منطلقة. هاي الخطوة نكررها، بيكون معنا يعني 6 بتلات، بعملهم وبرجع لكم. هون عملت 3 سلاسل، صار عندي 6 بتلات. هلأ هون بسكرها بمنزلقة وبقفل، بعمل سلسلة وبقص الخيط. خلي الخيط طويل عشان اذا يعني بدنا نخيطها بشي. بنفرفضها هيك، هاي الوردة خلصت. ان شاء الله يكون الدرس مفيد وعجبكم، وإن شاء الله منلتقى بفيديوهات كتير جاي. باي باي.